شكرا كثير انكم وصلتوني لهذا الرقم، هو 30,000 متابع. والله انتم كنتوا الجزء الاكبر من هذا الشيء. بلاك شو اللي لولاكم ما وصلت لهون؟ انت لولا تياب الصلاة هي ما بتوصل لهون. طاول طاول كله مني حبيبي، بس يا كيوت انت ويا، لانه انتوا لولا مقطعين مني دمرت فيهم ام هالصفحة، ما بتوصلي لا انت ولا ويا لهالرقم. شو رجل ابوي شو فكرة حالك انت؟ ترى كلهم مقطعين في الصفحة. لا لا عن جد انت حبيبي شو فكرة حالك؟ شو اللي خلصتي انت وياه وياها؟ ما كان بينزل على الصفحة اي شيء لولا اذنا مني انا، لذلك يا الصفحة بتصير الي انا من اليوم يا اما. يقطع عمر سناب شات ايش صاير ممل؟ يي هي يقطع عمر سوسو بعت سنابايه، يقطع عمرك بهالموديل مثل جبنة لبشكلي تبع البقر. إذا حبك مصيبة شايفة حالك مثل البرمين، ما تكوني فرشاقتي. ست الحسن والجمال عمينة مثل تنتعجني بهالوقت. لك هاي سوسو الدبة ما غيرها، بتعرف رفيقتي هاي أم لبشكلي. نبري قلبك ومفتحي الباب. مش تأكل الخيرات، خلنا مش تأكل بسيرتك لعلي. لا لا بس أنا كمان. علوش مو أنت سوسو؟ أهلين علوش. مو هي رفيقتك أم لبشكري؟ مش هتحكي لي عليها؟ مين لبشكري ولا؟ تبع البقرة الضاحكة تبع كيري كيري كيري. تعي شوف البقر. شوف بابا أنا حاولت وعملت اللي علي، لخصي لي قدي جمعتي وبسرعة 61. لا بنتي صلي على النبي صلي على النبي، روحي مو مشكلة مو مشكلة، كل شيء بتعوض مع الوقت، كل شيء بتعوض. سامحني بابا عم حاول اعتبر قدوتي بالحياة وانجح مع بحسن. يا بابا لا تصيري غبية، لا تصيري غبية، ما بديك تكون قدوتك، بديك تكوني احسن مني. وانت كمان لا تصير حمار وتسدي فورا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، شرفت. قدم جمع. لا يا ابو علي افا شو فاكرني زمرد؟ تفضلوا شو 98 وفايت مبسوط مبشوك حالك اكم البسط يا ابن السرماي. لك انت حمار ما بعرف مخك كبي. شفت وصلني هواك الوين؟ شفت غيرني هواك المين؟ اي ماما انا طالع مع رفقاتي، يلا انتبه. ماشي ماما ماشي، يلا انتبه حالك. ها سوزان يلا نازلة نازلة سوان، يلا ماما نازلة. وين يا ميسر؟ مع رفقاتي. اها مع رفقاتك. طيب معاكي مصاري؟ معاي بس تعطيني؟ طب تعالي خدي مني مصاري. الله يخلي لي اياكي، الله يخلينا اياكي. روحي دي اسألك رفقاتك اللي طالعة معاهم، اشتغلوا مثل حضرتك في البيت ولا شرنات مثلك كمان؟ بس ماما قالوا رفقاتي نعرف انه دائما الخميس لازم يطلعوا نهيس. ضحكوا عليكم قالوا لكم الخميس ليلة ابليس، الخميس ليلة التشطيف ومسح الأراضي والتنظيف. بلاكم فقتلكم انتو هالخميس. هلا بالخميس. هلا هلا كثير. أمي أبوي اسمعوني شوي، امبارح أنا تمشيت تحت بالحارة عجبتني بنت. أعجبت ببنت؟ أكبر منك ولا أصغر منك؟ سورية؟ لا لا شكلها فلسطينية. حلوة؟ شو لك؟ لك انت خليكي ساكته، كله بسبب تربايتك، انه كل من طلع واجا وراح واجا قالوا عليه تربايت حرمه، على اساس تربايتك انظم يا مستر سلطان. يا ولد انت متاكد بس معجب فيها؟ اذا معجب فيها بتحبها، واذا حبيتها عندك اولاد علوش؟ بس مصره تفوتي بالموضوع؟ لك انت طالق. ايه طالق 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 طالق. لا لا صدق ولك والدي العزيز، انت بتضلي امي 38 مره احسب موجود عندي بالقائمه، واخر مره كان مشان السلاته نسيتي عند ام دانيا. ما بظن لازم تكون 39، الموضوع جدا بايخ، يعني موضوع السلاته كان اقوى وفيه حماس اكثر، فبظن انه بكنسل بسحب كلامك من هلا. بس كنسل 36 وخليها هي هي بشكل صح. لوين يا ماما؟ نازل الدور على الحاره شوي، غير جو حاكم طقت روحي. طيب برضاي عليك يا امي، وانت طالع شوف لي هالجيران. لا شوفهم جيران كمان يا ماما، شوفهم. لك يا ماما مو قصه هيك، ذبحونا بالنشل، ذبحونا بالنشل. بسم الله الرحمن الوكيل. اي والله صدقتي. لك والله 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 ما بدي اعصب، انا ما بدي اعصب. طلع على شعرها وما كان حدا يسمع، اضرب مني هالناطور. خلاص روقي انت، انا هلا رايح احكي. يعني بتعرف شغله بتعرف شغله؟ الله يقصف عمري، عن جد الله يقصف عمري، لارتاح منكم ومن ابوكم ومن هالهم والخير. احييك يا ماما، هي يقصف عمري جديده بالعدم بتقولي اياه. نازل على البطيخي الجيراني الحلاقي قصدي. الهي جاهي ومولاي، تسمعني بهاليوم الفضيل وتريحني من هالقرف.
الحياة لم تعد طاق لم تعد طاق طاوي طاوي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. بنات اخوي طالع هلا رايح مع رفقاته حركات هشك بشك ما بدي اياها. علوش طلع روحي. حبك يديك بالراس ماليني حب خيتي بدكي ما بدي الا سلامتك روحي انت بس انتبهي لحالك. واخيرا طلع من البيت خلينا ناخذ راحتنا. اخوكي مرتبط؟ اخوكي بجنن. اخوي ما برتبط معك اشكال اخوي بجنن وبعرف وقاتل كل البنات. معلش خليكم عن جنب انتم فشكلات. تفضل حبايبي غضوا بصر. ليه؟ اختي رح تطلع لان دارنا احنا ثلاثه سوا ونوقف لما تطلع. تفضل يلا اطلعي. بس بسيط طعمك انت وهالعاده النتنه والوسخه شايفك انت ولك استحفني يا حيوان يا قليل الشرف والناموس. ليش البنات عادي نجرب اخر فيتر اما الشباب لا؟ يبقى انت ما عندك اخت وما وفارقه معك. اجيت عن حبيب قلبك. شباب يلا. كوساين تان تربيع كسر ال بس ما بدك شيء في راسي انا لو بدال هالشاي بيطلع لي مارد سحري. شو بيك لو بيك المارد السحري بين اجريك. انت حقيقي صح؟ حقيقي. نو I'm really real. ليك ليك أنا ما بدي شيء من الحياة كلها طاول طاول غير بس إنه جيب الفيزياء 100 وكيمياء 90 80 وأهم شيء أحفظ قوانين الرياضيات. عمو المارد عمو ليش شو نزلك تحت يفضع عينك؟ لك روي لعن أبوك سر ماي. أنت إيش عم تطلب فيزياء وكيمياء وأحياء؟ بيراك ليش طلعت مارد؟ رسبت فيهم يا الله رسبت فيهم. لك أنا من وين هالأية؟ من وين هالأية؟ منا كلها إذا أبوك خاب أنا موجود. نعيوني عمي عيوني قديش بدك؟ 250. أيوة خلاص هلأ علي معيوني بعطيك وإذا بتحتاج أكثر كمان أنا بعطيك. ولا يهمك خلاص معيوني هلأ بعطيك محمد. بابا بابا أنت عن جد بهالحركة بينت لي قديش إنك زلمة كفو ونخوي. يا ابن الخال أنت أنت عايب رفيقك بده 2500 درهم إيش تعيب في جمعية الأحسان؟ أنا معي أكل لسه عم طعميك إركا والأرض وإخواتك عم أشحد على باب الله. آه يا خريط بعدي أخرط منك ولك. شلونك روحي؟ شو اخبارك؟ السوق عن جد كثير بجنن والله. ايه انا اصلا جاي بس شوف هي القطعه وجاي وحده الله اماني اماني بس شوف وشك يلا يا. صباح الخير يسعدني صباحكم جدات. شلونكم رح ايش اخباركم؟ انا هلا في الاسواق تمام. اول اثنين بيجوني بعدها لسنا باقي دغري لهم احلى اثنين ايربودز مستنيكم كلياتكم. استاذ علي استاذ علي ليكني هلا لسه شايف السناب تبعك. وين الايربودز؟ تفضل هلا اهلا والله هيك تسلى شفتك حبيبي تفضل اتصور معك. لا من عيونك عشان اتصور معك مو مشكلتك. بني ادم الله يعطيك يا ابني اماني اماني. حط لنا مصاري الله يجزيك الخير الله يبعث لك وحده شقره مثل وجهك معفن في الله اهل السودان احسن ناس استقبل اعظامي لا تفضل. حضر انت المشهور على السناب شات؟ ايه انا حضر انا البطيخ المسمر اللي ما ادري ايش كانت لحتى انزلت هلا. شو صار معك يا اخوي؟ اترك على الله اترك على الله ابو سيدك. عبوده صار له سناب شو منزل؟ يا سلام. لا 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 عبودي ما صار له شهرين متحفظ. عبود خير شو في هلا؟ تعال هون. والله عينك على خويك. شبك حبيبي شو صاير معه؟ يا الله شريك شو بدنا نعمل؟ شايف يا حجي ابنك الاستاذ عبودي شو عامل لك؟ روح يا عبود روح انصر دينك. بدي ادك يا زلمه كيوت من الله. خذ تليفونك فوت خذ يلا يا.
تعرف هذا الغبي ليه هيك طلع يا فهيم؟ ما بعرف، ممكن من التربيه الناجحه. لانه طالع لك يا بهيمه. شي خص امي انا، شي خص امي طيف السالفه كلها. الله، ليش سايب حياتي انا؟ ايش مسوي بحياتي حتطلعوا هيك اولادي؟ حسبونا الله. يلا خلي عينك على اولادك، ترى الواتساب ما يدوم. ايش تفضلت روحي؟ ايه عبدو، حاكيني على الواتساب، حاكم الشبكه مداره عندي. يلا جايك جايك، بس كنت على الام مع عنزه. عبد الرحيم، انا شايف انك ما عم تمشي مع ياسر. شو صاير؟ خلص مصلحته، طلع مصلحتي وراح. مين؟ درحيم يا اخي. درحيم؟ درحيم مصلحتي. اول ما عرفت انه مصلحتي سبته على طول. صحيح، انت ليه ما تمشيش مع علي؟ هذا مصلحتي بعدها والله. زين انت ما شفت حمدان؟ ليش؟ حمدان مثل ما قلت، من لقى احبابه ناس اصحابه، كل مصلحتي اكثر من بعض. اصحاب ماكو بعد، وطيبه ما انسيه من هو ولا خارجه وبالحج استاديه. يضرب ياسر مواعيده شو بيتاخر، لو جاب لي ما اعرف فيه كمان. شفت برق الله امس صوب وشاح، نوره الوضاح وسوي شيء. اهلين اهلين، شلونك؟ اخبارك؟ مين شاب؟ حمدان. شرفنا، اهلا وسهلا. وينك انت رايح؟ هيك مقدم، حياك حياك. خان قدك. خشمك خشمك خشمك. اهلا وسهلا وسهلا، تشرفنا. عم نمشي عم شوي. يلا راسي حمدان تشرفنا. علي انت محفظت في العربية عندك 20 درهم؟ خبزات عندك؟ أبعطي أبعطي خبزات عندك. شو أنت شوي خشمك خشمك، شوي بيزاتك. أنا بيزاتي لكم معي، رجع الحد، لا تصني هالمواصيل. بيزاتك يعني فلوس؟ سامحني حمدان، سامحني والله، بس أنا وشوش. خشمك خشمك راسك عينك. تفضل تفضل، أدخل أدخل يا هلا بالربع. المجروح كم عليها نوح من وقت طول. علي؟ نعم بابا. حبيبي بدي أسألك سؤال. تفضل. مين أكبر رجل بالعالم يا بابا؟ أنا يا بي. المرة الثانية يا بابا، مين أكبر رجل في العالم؟ قلت لك أنا بابا. آخر مرة يا بابا، مين أكبر رجل في العالم يا بابا؟ عم تعيد السؤال نفسه بابا، قلت لك أنا. طيب يا بابا، أنا طالب. بابا، آخر مرة، مين أكبر رجل في العالم؟ أنت بابا، لأنه كانت إيديك ساعدتني وأنت أقوى رجل في العالم. أبوي جنة وخيلة. هلا خليك تحكي أنا يا تعبان، ثلاث مرات بسألك وبتقول أنا. وانت تجيني هسة كل يوم ألف حجاية. بعدك ما بتقول هيك ده؟ مالك يا عمي، دخل ولا كلام ولا سلام فيه؟ رجاء ياسر، ما بدي أي حدا يحكي معك. يا عمي انت طيب، قول لي في إيه الموضوع. ياسر ما عاد ينسكت عليه ابدا، ترى انا طقيته، بقول لك اتقي شر السليم اذا غضب. الحليمه حليمه، اسمها الحليم. ما علينا اللي هو، بس انا ما اسكت ابدا على شيء عم يصير. قول لي مين اللي زعلك؟ ما فيني ياسر. ابوك؟ يا ريت. امك؟ وين راح اتضايق اصلا؟ اخوك الصغير؟ هذا بنحكى فيه. طب حبيبتك؟ اتمنى. مين طيب؟ يو اي. انا ما يسوي لي تابع اخي، شو بدي ازعل على انستغرام؟ عم يخرب بيته، لحق يشوف الصوره اللي قبلها. عمل لي تاج على الصورة. شفت ضربت الواد الزين؟ بس انا ما يعمل لي تاج. صاحبي اللي نسيت عشر زمان. من من اخ يا علي، والله الوضع مع ابي ما عاد صار محتمل، كثير زبال الوضع. ما عادي، شو الجديد؟ ما انت زبالة، ابوك زبالة، انتوا ازبل من بعض. علي احترم حالك، انا عم بحكي معك، عم فضفض لك، مو تحكي معي هيك. طيب يا اخي ليش بتزعل من كلمة الحق؟ انتوا زبالة، كلكم عم بعضكم ازبل من بعض يا العيلة، سامحني على الكلمة يعني. علي احترم حالك، انا عم بحكي معك باسلوب منيح، عم فضفض لك، مو تحكي معي هيك بهالشكل، شو بك؟ سامحني بس كلمة الحق، بدك صراحه، امك ازبل وحده من كل العيله. يا حبيبي عم بحكي معك، انا احكي بطريقه منيحه، ليش عم تحكي معي باسلوب؟ شو بك حبيبي؟ اخوتي في الاسلام، نصيحه، التمس لاخيك المسلم 70 الف عن محياك. ما علي لك، وين التمس 70 الف؟ يا شباب اهدى شوي، انا عندي الف وش انت معك؟ يا شباب يا حبيبي اهدى شوي، اخوه في الاسلام، اخوه في الاسلام. احنا اي سبيتك؟ لا اهدى شوي يا شباب. سيارتي جاي ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية. سيارتي جاي ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال الجارية.